جاهزه للتمرين. عندنا هنتمرن النهارده شويه تمرينات بقى بالستبس. اوكي الستب ده ممكن يبقى موجود اصلا في البيت عندنا باي شكل من الاشكال. زي ايه؟ يعني ممكن كرسي المطبخ مثلا. كرسي المطبخ واكيد كرسي المطبخ موجود يعني. كرسي المطبخ كله يقول لك يعني ايه كرسي المطبخ وهو عنده كرسي مطبخ جوه. اللي هي الكراسي اللي نفس الحجم ده يعني الكراسي اللي بتبقى الكراسي القصيره مش الكراسي العاليه. ده بالارتفاع بتاع يا اما سلم في البيت يا اما سلمه واحده في البيت. ممكن لو في اي صوفا او اي كنبه مثلا تبقى ناشفه شويه وتبقى قصيره شويه يقدر يستخدم عليها التمارين اللي هنعملها. طيب انا هجيب ده هنا كده. انت عارفه بقى التمارين. انا جاهزه طبعا. ايوه طيب اول تمرين هنعمله تمرين اسمه اللانج من التمارين المهمه قوي عندنا يا فرح. هطلع رجلي الشمال فوق ورجلي اليمين الرجل اللي ورا. ايوه صح كده. اوكي ايوه وهبدا بفتح قد ايه يا كوتش يعني فتحه رجلي وانا نازل هنا بحاول ان انا رجليا دي تبقى 90 درجه ورجليا دي تبقى هنا 90 درجه وهبدا احط ايدي في وسطي وظهري مفرود وهنزل واطلع تو بنزل قد ايه برضو 3 لحد ما اوصل ل 90 درجه برجلي اليمين. اوكي 4 5 رجلي ابتدت تشد فعلا. هنسويتش الرجل الثانيه على طول. احنا نسيت احنا نعمل ايه. احنا نفس اللانجز. الرجل الثانيه بقى عشان ما يبقاش عندنا عضلات في الرجل. قد ايه كم احنا هنعمل 5 مشاهدين هنحاول يعملوا 15. اوكي 15 ثلاث مرات يعني 15 ونريح 30 ل 45 ثانيه وبعد كده نعمل 15 ثاني. واحد جاهزه يا فرح؟ انا بدات خلاص. يلا 1 2 طبعا البطن ايه يا فرح؟ مشدوده. ايوه الظهر مفروض والوش بيضحك. اوكي حفظتيني خلاص صح؟ لا 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 انا خلاص حفظت. طيب في تمارين بقى ايه؟ مهمة يعني ستات كتيرة برضه هتفرق معاهم ده اللي عندهم دهون في ايديهم هنا من الحاجات اللي بيواجهوها كتير قوي. طبعا التمرين اللي هنعمله دوت هيمرن عضلات الترايسبس والكتف كمان من العضلات المهمة قوي وجزء من عضلات الصدر كمان الشست. جميل اسمه الديبس. هنعمل الديبس. اوكي جاهزة؟ يلا جاهزة. هنا ولا هنا؟ لا هيجي هنا. يلا هقعد على الستيب كده عادي ايديا هتبقى جنبي. ايوه فرح بقت مدربه خلاص. والركبه مفروده؟ ممكن اتني ركبتي شويه متنيه. ايوه صدري فوق بطني مشدوده وابدا انزل لتحت 1 2 3 4 النفس ايه؟ وانا طالع هفضي النفس 5 6 7 هايل هرجع بوزتي ورا شويه 8 9 and 10 هحاول اعمل التمرين ده برضو 15 عده ونريح 30 ثانيه 15 عده 30 ثانيه 15 عده ثلاث مرات 30 ثانيه. اوكي في تمرين بقى بيشغل الكارديو فاسكولار عندنا او يشغل بيخلينا نشتغل كارديو شويه نبدا تمام. نحرك جسمنا كله كاننا بنجري او كاننا بنمشي على التريدميل مثلا. كارديو ده مهم جدا بنستخدم الاستاب وبيشغل ماسلز كمان بتاعت الجلوتس والكوادريسبس والهامستر في نفس الوقت. اوكي نشتغل اول حاجه البيزك سات 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 انا بعمل غلط 3 4 معايا 2 3 4 1 2 3 4 مهم قوي واحنا شغالين كعب رجلي اللي بيطلع مش مشط رجلي عشان ما اعملش لود على مشط رجلي صح. 3 كمان واعتقد العد كمان فارق في ترتيب التمرينه نفسها. اوكي ستوب ده واحد ممكن نعمل واحد كمان الترنيت هنا جاهزه يلا وانا طالع انا هعمل اول عده كده بالحركه البطيئه انا هنا 1 2 3 ظهري مفروض 4 اسرع 5 6 7 8 9 10 15 عدة شاطرة قعدت اعلمها كتير قبل ما نصور عرفت تعملها كويس اخر واحدة يلا اخر واحدة هنعمل ايه بقى؟ دي اي واحدة؟ دي انساي اوكي جاهزة؟ يلا جاهزة معاك رجلك الشمال 5 4 3 2 1 and go 1 2 اسرع 3 هايل 4 5
حسيت على طول بطني مشدودة والظهر مفرود. صح كده؟ صباح الفل عليك. صباح الفل. في تمرينة تانية ولا كفاية؟ كفاية دولت نبدأ بيهم، والمرة الجاية نبدأ نزود عليها تمارين كمان.